مواصلين وكلمتنا توا باش تكون مع سيد قنصل عام تونس بمارسيليا سي محمد الشرقي. الو الو الو، مدام يسر، عسلامة سي مرحبا. محمد، مرحبا بيك. مرحبا مدام يسر، شكرا على يعيشك، مرحبا الاستضافة بيك. وتحية طيبة ليك ولكافة أسرة البرنامج العزيز يعيشك، على يفضلك. كل واحنا تونسي تحية في الخارج. يعيشك، واحنا تحيتنا لكل التوانسة المقيمين بمارسيليا. وحبينا نحكيو شوية سي محمد على تفضل. الاستعدادات للعودة الصيفية لفائدة الجالية التونسية، خاصة هنا خلينا نركز على ميناء مارسيليا. اكزاكتومون، هو الحقيقه العوده الصيفيه كانت في الست اشهر الاخرانيين هذه اهم استحقاق بالنسبه لنا هوني في كوسوا في مارسيليا ولا مختلف بعثاتنا الدبلوماسيه والقنصليه الكل في الخارج، أي وين موجوده الجاليه التونسيه. ما يخفاكش اللي سنا المساله هذه تحظى باهتمام وعنايه من اعلى هرم في السلطه. السيد الرئيس في كل مناسبه ياكد على الشيء هذا، وقع تخصيص زوز مجالس وزاريه للموضوع هذا، وعده اجتماعات الحقيقه كسوا مع السيد وزير الشؤون الخارجيه والهجره والتونسيين بالخارج، والا هوني على مستوى نحن في فرنسا مع سعاده سفير تونس في فرنسا كيف كيف للتنسيق. وقع عملنا ليتا دي ليو، حاولنا نستبقوا المشاكل اللي صارت في السنوات الفارطه، وتوفقنا والحمد لله انه نحضروا لها في اريحيه كبيره. نعطي مثال هوني في مارسيليا الى حد اليوم وصلنا عملنا الى حد البارح عفوا وصلنا عملنا 6691 جواز سفر، اللي هي اهم وثيقه يستعملها التونسي باش يروح لتونس الاهتمام الاول نتاعو. ولحد اليوم ما زالت متواصله، اليوم وصلنا حتى الوقت هذا اللي نتكلم فيه كان فيه توا عندي بريسك 62 باسبور معناتها تعملوا ريان كو اجوردي. هذايا في خصوص وثائق السفر، لكن الاعداد العوده الصيفيه ما تقفش عند الاجراءات الاداريه اللي نعرفوها الناس الكل، البريباراسيون تاع الكونفكسيونمون تاع الباسبور وتسليمه للمواطن. احنا كما تفضلت سيادتك من الاول، مارسيليا عندها خصوصية اللي في علاقة بوجود ميناء مارسيليا اللي هو أكبر ميناء في فرنسا واحد أهم الموانئ في أوروبا، واللي الحقيقة الجالية تستعمله باش تروح لتونس، مش الجالية اللي مقيمة هوني في الجهة ولا في فرنسا فقط، لكن حتى في البلدان الأوروبية الأخرى. فما ناس تعمل آلاف الكيلومتر تهبط من السويد، من ألمانيا، من بلجيكا، من سويسرا، من عدة دول أوروبية، من إسبانيا باش يروحوا لتونس. دونك في الاطار هذا بيدو حاولنا انه نستبقوا نفس الاستراتيجيه. كانت لي عده استماعات على مستوى هوني مع ممثل الستيان اللي موجود هوني في مارسيليا. عملنا جرد كامل في المشاكل والاخلالات اللي كانت موجوده في العوام الفارطه. سي محمد، لو كان ممكن ركزوا شويه على المشاكل اللي اعترضتكم في الميناء هكا حتى نفهموا شويه شنو الحاجات اللي ما مشيتش واللي نجم تجاوزها في السنه القادمه ان شاء الله، في المده القادمه ان شاء الله. هذا هو هذا اللي عملناه السنه صح. حتى كانت في الاعوام الفارطه كانت فما مشاكل في خصوص الاكتظاظ، كما قلت لك فماش كان تونس بركا، فماش كان ستيان بركا تخدم على مارسيليا، فما ناقل جزائري، فما ناقل مغربي، وفما ناقل فرنسي اللي يستعمل. كانوا كلهم كاتسين في رصيف واحد مما يخلق اكتظاظ كبير، ناس تعمل كما قلت لك ديتراجين تاع دي ميليي دو كيلومتر وتجي هوني تلقى ساعات طويله نتاع انتظار على رصيف اقل ما يمكن نقولوا عليه انه حاله مزريه، ما فماش مرافق، ما فما حتى شيء معناتها. دونك استبقنا هذا الكل، زيت المشاكل هذا الكل، طلبت لقاء مع البريفي تاع بوش ديران هوني في مارسيليا، حطينا له كل شيء على الطاوله وضربنا على الطاوله، قلنا من حقنا كمسافرين وكتوانسه انه نستمتعوا باقل ما يمكن من الامتيازات كما احنا نوفروها في تونس في الموانئ وفي المطارات نتاعنا بالنسبه للزوار نتاع تونس الكل. والحقيقه التجاوب كان كبير نتاعو، بعد ما قلش من في اسبوعين استدعى السلطة نتاع ميناء مارسيليا الكل، عملنا معاهم اجتماع ثاني، عاودنا طرحنا المشاكل وحطينا كوم ديدلاين لو 15 جوان انه تقع تجاوز المشاكل هذا الكل. وهذا اللي صارت ديزانستالاسيون نتاع ديكيبمون افيمير نتاع دي سانيتير نتاع ناس توفر الماكله والشرب، خاطر الناس تجيب عائلاتها وليداتها. اي واضح.
دي سباس كليماتيزي. دونك هذا الكل ولات فما اريحيه كبيره. ولوزان جوان عملنا افتتاح الموسم ويظهر لي كنتوا حاضرين برنامجكم صحيح. مشكور جاء حضر على عيد المكان وغطى هذا الكل، وحتى اتصلتوا حتى بالمسافرين وهم بيدهم احنا فرحنا ياسر كيف سمعنا انطباعاتهم وسجلوا النقله للقهوه وتفاجئوا بها معناتها. بالنسبه للسنه بالنسبه لذيق الوقت كانت ليزيكيبمون افيمير كما حكيت لك، معناتها ديتونت انستالي واحد وكل شيء. نتمناو انه بالنسبه للعام الجاي باش ناخذ باش ان شاء الله انها تكون مرافق دائمه ونزيدوا نحسنوا فيها على ان شاء الله. شكرا لك سي محمد الشرقي، يعطيك الصحه. شكرا لك على المكالمه هذه. سي محمد الشرقي قنصل تونس بمارسيليا، قنصل عام تونس بمارسيليا، شكرا لك.